حياكم الله ويانا من جديد ومرحبا وسهلا في كل من انضم لمتابعتنا. مشاهدينا، تنظم هيئة تنمية المجتمع في دبي ملتقى اللسيل الاجتماعي خلال الفترة من 27 مارس إلى 7 أبريل الجاري، وذلك في إطار التزامها برؤية القيادة الرشيدة المتعلقة بتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع في مختلف المناطق. ويأتي تنظيم الهيئة لهذا الملتقى انطلاقا من استراتيجيتها المعنية بتحقيق التماسك والتقارب الاجتماعي وجهودها في توفير شبكة الرعاية الاجتماعية عبر إمارة دبي والمناطق التابعة لها، وتعزيز التكافل والتعاون بين أبناء الإمارة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير نتابع معكم. نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي ملتقى اللسيل الاجتماعي، وذلك في إطار التزامها برؤية القيادة الرشيدة المتعلقة بتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع في مختلف المناطق، وانطلاقا من استراتيجيتها المعنية بتحقيق التماسك والتقارب الاجتماعي وجهودها في توفير شبكة الرعاية الاجتماعية عبر إمارة دبي والمناطق التابعة لها وتعزيز التكافل والتعاون بين أبناء الإمارة. حقيقة هذا جهد من هيئة تنمية المجتمع للتواصل مع المناطق البعيدة عن مدينة دبي، ولكن نحن نتبع سياسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قال أن لا مناطق نائية في دولة الإمارات. فحقيقة هذه مشاركة من هيئة تنمية المجتمع لسكان لسيلي، بحيث أن نجلب إليهم متحدثين في أمور تهم العائلة، التوافق الأسري، من أمور دينية، أمور ترفيهية، وإن شاء الله نحن في صدد بحث اجتماعي لكل الأسر في الليسيلي نشوف الاحتياجات الأسر. يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التواصل مع سكان منطقة الليسيلي عبر التعريف بالخدمات المتنوعة التي توفرها الهيئة على الصعيد الاجتماعي، كما تنظم من خلال هذا الملتقى فعاليات توعوية وثقافية هادفة وأمسيات شعرية ممتعة. سبب رئيسي لأن الشعر أصلا نابع من المجتمع، وبالذات الشعر الشعبي هو لغة الشارع، يعني لغة المجتمع، فبالتالي لابد يعني هذا المجتمع أن يتفاعل مع الشعر، والشعر أيضا يتطرق إلى قضايا مجتمعية بحتة جميلة، سواء كانت وجدانية أو ودية أو كانت وطنية أو اجتماعية أو أي كانت، لأنها يجب أن يتفاعل الشاعر مع مثل هذه الملتقيات ومثل مع هذه الفعاليات، لأن هذه الفعاليات لا تثري الشاعر فقط يعني تعطي دافع للإبداع وللكتابة، إلا أن أيضا تثري المنطقة، تثري المنطقة بوجود الشعر فيها. هذا وكانت الملتقيات السابقة التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع في السنوات الماضية في منطقة حتى، حافزا مهما لمواصلة هذه الأنشطة والفعاليات التي تعزز التواصل مع مجتمع منطقة الليسيلي والتعرف إلى اهتماماتهم واحتياجاتهم عن كثب.